السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سنتشارك وصفة للتخلص من غازات البطن ومن الانتفاخ. نعرف أن غازات البطن هي غازات وهواء موجود في القناة الهضمية سواء في المعدة أو في الأمعاء، فيشعر الشخص المصاب بانتفاخ في البطن وآلام يصعب تحملها، مما يضطر للتخلص منها قسرا سواء عن طريق التجشؤ أو عن طريق إخراج الريح. ويظهر هذا المشكل نتيجة العديد من الأسباب، من بينها ابتلاع كمية من الهواء أثناء تناول الطعام، وأيضا عند مضغ العلكة أو التدخين، وهذا الهواء يتحول لغازات. أيضا الإفراط في تناول الوجبات والأغذية وعدم الاهتمام بالحميات الغذائية. هناك أيضا عامل آخر وهو السمنة وتراكم الدهون في منطقة البطن. أيضا تناول المأكولات التي تحتوي على التوابل الحارة، تناول الوجبات السريعة، شرب الماء أثناء تناول وجبات الطعام، وأيضا شرب المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام أو بعد تناوله مباشرة. من الأسباب المسببة للغازات أيضا عدم طحن الطعام جيدا بالأسنان قبل البلع، الإمساك أيضا، الإفراط في تناول منتجات الحليب، التهاب المعدة والأمعاء، وأيضا سوء امتصاص الغذاء، كلها مسببات لغازات البطن وللانتفاخ. إذن اليوم سنعمل وصفة رائعة بمكونات لها قدرة هائلة على تخليص القناة الهضمية من كل الغازات التي تتجمع فيها. نعرف أن الجهاز الهضمي وخصوصا القولون، يعني الشيء الذي يضر به أكثر هو تجمع الغازات في هذه المنطقة، تجمعها يجعله كما لو أنه سينفجر وينتفخ البطن، مما نحس كما لو أننا نحمل حجر في بطننا. هذه الخلطة بالمداومة عليها ستتخلصون من هذا الإحساس المزعج. إذن لعمل هذه الخلطة سأحتاج للمكونات التالية: سأحتاج لحبوب الكمون أو الكمون، هو علاج فعال لمشكل الغازات، فهو يعمل على التخليص أو التخلص من انتفاخ المعدة المزعج، كما أنه يسرع عملية الهضم ويحول دون حدود عسر الهضم، كما أنه يقضي على مشكل الغازات والانتفاخ. هو أيضا من التوابل الرائعة جدا التي نضيفها للمشاوي ولبعض الأطباق الأخرى. سأحتاج أيضا لزريعة البسباس كما تسمى، أو الشمر أو يسمى بالمغربية النافعة، يعمل على تسكين المغص وتهدئة الأعصاب، كما أنه مفيد للجهاز الهضمي إذ يعمل على تسكين آلام البطن والقضاء على الانتفاخ ويطرد الغازات من البطن، رائع جدا لمشكل القولون العصبي، بحيث يعمل على تهدئة العضلات في هذه المنطقة خصوصا العضلات الملساء. سأحتاج أيضا لمكون آخر وهو اليانسون النجمي أو الباديان كما يسمى، له طعم ونكهة مميزة إذ يحتوي على العديد من المكونات المعروفة بقوتها كمضادات للأكسدة وبقدرتها على منع الأمراض وتحسين الصحة بما في ذلك الجهاز الهضمي، فهو مضاد للبكتيريا، يساعد على الهضم، يهدئ التقلصات، ويساعد على التخلص من آلام والانتفاخ وطرد الغازات وعلاج الإمساك، ورائع جدا حتى لتهدئة الأعصاب. إذن لنمر لعمل هذه الخلطة التي تقضي على الغازات بشكل فعال جدا. إذن سأحتاج للمكونات التالية: سنأخذ مقدار ملعقة صغيرة يعني غير مملوءة جدا من حبوب الكمون، نضيف إليها نفس المقدار من زريعة البسباس أو الشمر يعني النافعة كما قلت بالمغربية، وسأضيف نجمة واحدة فقط من اليانسون النجمي أو الباديان، وطبعا سأضيف للكل ماء غليان، يعني سنعمل منقوع هذه الأعشاب، وطبعا سنقوم بتغطيتها ونتركها منقوعة لمدة 10 دقائق،
التغذية ضرورية طبعا حتى لا يفقد هذا يعني هذا المشروب خواصه، لأن كل هذه الأعشاب تحتوي على زيوت طيارة، وبتركها هكذا بدون تغذية سوف تطير في الهواء ولا نستفيد منها. يجب تغذيتها وتركها منقوعة كما قلت 10 دقائق، وبعد مرور المدة التي ذكرت نقوم بتصفية هذا المنقوع للحصول فقط على الماء. إذا يشرب هذا المنقوع 3 مرات في اليوم، يعني بعد كل وجبة نقوم بشرب هذا المقدار 3 مرات في اليوم. يداوم على ذلك لمدة تفوق الشهر حتى تتخلصوا بالكامل من هذا المشكل. أيضا لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. إن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا موقعنا وصفحتنا مفتاح الحياة، وانضموا أيضا للجروب على الفيسبوك. شكرا على دعمكم وعلى تعليقاتكم وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.